صباح الخير حبيباتي، كيف صبحتوا؟ مزيانين؟ كل شي بخير ان شاء الله يا رب يكون لبس عليكم. صبحت اليوم حدقة انتم كتشوفوا، قلت نشارك معاكم شنو كندير في الصباح وشنو كيشبرني باش ما كننزل لكم شي الفيديوهات. ايوا هانتوما ان شاء الله تتبعوا معنا فيديو من الاول حتى الاخير. شوفوا ان شاء الله شنقات الشميسة دابا عاد المهم السبعة، كنوض في السبعة هيداك ولا ستة ونص. هانتوما كتشوفوا الشمس ان شاء الله شرقات باقي حتى ما ظهرت شي. ايوا شو السما كيفاش كيبان ما شاء الله، هاد الغيوم دار واحد المنظر مزيون. ايوا ان شاء الله يعجبكم الفيديو اللي غندير لكم اليوم. كما قلت لكم نوضحت كاع على الصباح، قلت ندير لكم لقطات هيدا من داكشي اللي كان موجود في الصباح، ان شاء الله يعجبكم. انا دابا كندير الحرشه، انا درتها في السميد والبغرير، انا خلطته هو خمر بدا كيديرها الفقاعات. الحرشه هي درتها في المقله كما ذكرت معكم، راه شبرت تليفون غير هيدا الخيف الخيف وصافي، راه مزروبه شويه كما كتعرفوا هاد الشخص يوجد بكري على الصباح. ايوا البغرير هو كيطيب ورغيفة عجنتو، وان شاء الله يا ربي يعجبكم الفيديو. انتم كتشوفوا ما شاء الله، بعض المرات راه انتم عارفين البغرير يصدق وبعض المرات راه كيحشم. هي طابت، هذه غنحيدها والحريشه ديالي ها هي بدات كطيب. انا كنقلبها، تابعوا معنا فيديو حتى الاخر. انا حيدتها بقات هاد الوحيده، هادي غنحيدها دابا والرغيفات ها هما شويه باقي عندي كيرتاحوا وشويه بديت كنكور. ايوا ها نتوما دابا نغطيهم يرتاحوا شويه بالميكا سلوفان او بلاستيك غذائي اي حاجه باش غير يرتاحوا شويه ويطلق العجين، ونرجع عاوتاني نكملو. ندير عليهم شي حاجه د الزيت باش ما يلصقوا لي شي. انا شبرت تليفون بواحد اليد وعليها كيجيكم التصوير هيدا، قبلوا عليا. البغري ديالي هو وجدته كامل، درتو في الطوسي باش نهبطو. هذا الشيء المهم اللي كان وجد في الصباح، وتوجد في العشيه على حسب اللي تمشات الصباح كنعاود نوجد في العشيه. انا بديت كنقرص في الرغيفات ديالي، درت فيهم شي حاجه د الزرع والفرص وشي حاجه د السميده، شي حاجه سميده قليله على حسب. كاين الناس اللي كيعجبهم الرغيف في الزرع، كنكثر فيهم الزرع. انتما كتشوفوا كيفاش جاوا، يعني ما جاوش بياض، حيت فيهم الزرع غلاب وهيدا كيجيو منفوشين مورقين ما شاء الله. وتابعوا معنا فيديو، ما تنسوناش بالبارطاج فضلا وليس امرا. نتمنى من الله يكونوا خفيف على قلوبكم، انتما ما يتقطعوا مع حتى شي حاجه، كنطلقوهم كيجيو غزنان دغيا كيتطلقوا. اكطال الى ارتاحوا كيطوعوا كيساعدوا في الطلق. ايوا هذا هو الروتين ديالي يوميا، هذا الشيء اللي كندير الحبيبات ديالي. ان شاء الله يعجبكم الفيديو. دابا عاد تعرفوا علاش ما كننزلش فيديوهات، راه نهار كامل كيكون عندي عامر الى هيدا شي وقيت وصافي، بعض المرات كنجلس فيه. ايوا هذا الشيء اللي كاين، واحد كيتعاون على الزمان ما عندنا ما نعملو، هذا الزمان صعيب. ايوا يلاه الحبيبات، ان شاء الله ما يجيكم شي فيديو طويل، نخليكم تبعوا معنا فيديو، نخليكم مع الموسيقى.
هانتوما هذه هي الخاتمه، هذا الشيء اللي كنوجد في الصباح. اتمنى من الله يكون عجبكم الفيديو. سخونه ان شاء الله خرجتو من الفران. اسمحوا لي كنت مزروبه بزاف، ما درتش معكم ملي كنت كنخلطو، وانتم عارفين المقياس. شاركت معكم الكيكه هذه شنو كندير فيها، وهذه هي بلا شوكولات. ها هما دابا نحيدو من الطاو ديالهم. هانتوما من بعد ما حيدتو من المول ديالهم، وحده زينتها بالكاوكاو هذه اللي حسبية، وهذه راه درتها بالشوكولات بالكاكاو. هذه زينتها باللوز إيفيلي، درتها على قبل ما تطيب، هي باقي خضراء. ومني طابت هانتوما كتشوفوا جاو بهذا الشكل هذا. ان شاء الله يا ربي يكون عجبكم الفيديو. هانتوما شفتوا دابا فين كانت الهينه، باش ما كنديرش الفيديوهات بزاف، كنعتذر منكم بزاف بزاف. راه الروتين ديالي الصباح هو هذا، ملي كنوض في 6 ونص هيداك ولا 7، وانا بهذا الشيء هذا اللي شاركت معكم اليوم. وسمحوني ما شاركتش معكم فيديو طويل، وانتم دابا شفتوا انا ما نبغيش نخبى عليكم شي حاجه، كلشي كنبارطاجي معكم. كنقول لكم ما عندي شي الوقت، ما عندي شي الوقت. ودابا ها فين كانت لها، وملي كتجي العشيه كنكون صافي تاليت، مبقات لي شي طاقه باش ندير شي فيديو اولا شي لايف بحال شحال هادي كنت كنعمل لايفات. وسقساني واحد الاخ اصلا من العائله البارح، قال لي علاش ما بقيتيش كتعمل لايفات. ما عندي شي الوقت، وفي العشيه صافي ما كتبقاش يلقانا الواحد يدير شي حاجه. ويلا تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم. وشي من الناس كيكونوا باقي ناعسين دابا هاد الساعه هادي، انا نتوما كتشوفوا راه كنوض بكري، ملي كتجي العشيه كنكون عييت صافي ما عندي فين نزيد. يلا نهاركم مبروك وبسلامه عليكم. نتمنى منكم بارطاجيو الفيديو وديرولنا شي لايك وشي تعليق زوين من عندكم. السلام عليكم.